وتبقى الشركه مساهمه. انا النهارده كمواطن، انا راجل زمان زي ما حكيت لكم مره قبل كده، انا استثمرت في اول شركه خدمات التليفون المحمول في مصر، كنت من المكتتبين الاوائل في الاكتتاب. انت كسبان، خصوصا لما بتبقى داخل يا اما على بيزنس جديد خالص زي بيزنس الاتصالات وقتها، يا اما على حاجه زيرو ريسك زي الرمال السوداء وبيزنس جديد وصناعه مطلوبه يا دين النبي. فاللي هيحط سهم، اللي هيحط فلوس ويشتري سهم واحد هو كسبان. هل واحنا بنتكلم في ده هنلاقي الناحيه الثانيه في مين؟ هنلاقي الاخوان المسلمين والعائله اللي شبههم وما الى ذلك. بالمناسبه هم هياخدوا قصه الرمله السوداء دي، اكيد اكيد هم على الهوا دلوقتي قاعدين شغالين بقى ايه اي كلام فارغ، او هيعمل نفسه مش شايف. الاخوان المسلمين قعدوا في الثمان سنين اللي فاتوا دول يشككوا، واحد في قدرة الاقتصاد المصري، اتنين في قدرة الرئيس على قيادة هذا الاقتصاد وقيادة هذا البلد عشان يعبر بيه البر الامان، تلاتة في قدرتك انت كمواطن على العمل والانتاج والخلق والتفكير والابداع. السؤال، موضوع الرملة السوداء ده كان في بال حد من احنا الناس العاديه يعني، واحنا قاعدين في الاتوبيس في الميكروباص في عربياتنا في قاعدين بنتعشى سوا بنصيق، هل حد فينا بيتكلم على الرمله السوداء اطلاقا؟ الكل بيتكلم على حاجات تانية خالص، اللي ما ولا حد فينا بيجي في دماغه رمله سوداء. يعني لو جه حديث على الاقتصاد ما بنتكلمش على الرمله السوداء خالص. النهارده انت صحيت الصبح لقيت ان انت في عندك ذهب بس. خلونا ناخد معانا على التليفون كاتبنا ومحللنا وخبيرنا الأستاذ ماهر فرغلي، الخبير البارز في شؤون الحركات والجماعات المتطرفة. أهلا بك يا أستاذ ماهر. أهلا بك يا أستاذ يوسف. أهلا بك. عامل إيه صديقي العزيز؟ والله تمام الحمد لله. بالذمة بالذمة، حد فينا كان بيتكلم على الرملة السوداء قبل كده؟ هو سيادة الرئيس دايما بيفاجئنا، يعني احنا دايما نفاجأ بحاجات كده، نصحى الصبح نلاقي حاجات، مصنع بيتفتح، سيادته على الطريق بيشوف بيتابع مثلا الطرق والحاجات اللي بيفتتحها، بأراضي زراعية بتستصلح، حاجة زي اللي احنا شفناها النهاردة دي، يعني حاجة ما كانش على البال ولا على الخاطر زي ما بيقولوا، الرملة السوداء. أنا شخصيا ما كنتش أعرف ده، يعني ما ولا فكرت في حياتي إيه الموضوع ده أصلا، فأفاجأ في الصبح بالقصة. طبعا احنا عندنا ناس تانية طابور خامس بينخر في جسد الدولة، بيحاول يوقع الدولة يا صديقي طبعا، وعبر، وانا عاوز اوضح للسادة المشاهدين، عبر شوية وسائل. يعني هو ليه الخطاب بتاعه ليه نوعية معينة محددة. واحد، خطاب الإخوان المسلمين واحد تحريضي، يعني نوع من الخطاب هتلاقي في إعلامهم وفي السوشيال وفي صفحاتهم، هو الخطاب مخصص انه يحرض، بس يحرض على الدولة، يحرض على أي إنجاز للدولة، يحرض على أي شيء إيجابي بتعمله الدولة. دي واحد. اتنين، خطاب تشكيكي يشكك، يمسك موضوع زي النهاردة ده يشكك فيه، هو ده 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 تاني نوع من الخطاب بتاعه. تالت نوع من الخطاب بتاعه التحريض والتشكيك والتشتيت، يشتتك بقى، يعني يقول لك إن الدولة يعني ما فيش أولويات، هي عملت مش عارف محور القناة المفترض كانوا عملوا، مش واخد بالك؟ فدي ثلاث انواع من خطاباتهم. طب ده بيعملوا ازاي؟ التحريض والتشكيك والتشتيت. من الاشياء هو بيستخدمها، واحد، الخطاب ده لازم يكون ديني، يعني يغلفه بالدين، يعني ايات واحاديث وناس ومشايخ وصفحات وحاجات وكلام زي كده. الدين لازم يكون عامل جوه هذا الخطاب، لانه الراجل عاوز يبين مدى صدقيته. خد بالك، ده واحد. اتنين، الخطاب ده لازم يعتمد على المظلومية، يعني وطوال الوقت مظلوم ومضطهد وفي طبقية وفي ظلم ومش عارف ايه واستبداد واجتماع الكلام ده كله، يبقى الدين. الخطاب تالت حاجة يكون ثوري، يعني يستغلوا حكاية الثورة والثورية والطهارة والنقاء الثوري والقصص دي اللي هما بيقولوها. فانت عندك، طب ده بيعملوه ازاي بقى؟ بيعملوه جوه، هو عامل لجان إلكترونية، لجان للتحريض، لجان للتشكيك للتشتيت، ودول مجموعات، خلي بالك، ومجموعات عنقودية وغرف، وكل غرفة بتدار من شخص
وكل مجموعه غرف بيديرها واحد ومقسمينها مناطق، وقاعدين ناس من بره مصر بتدير اللعبه دي وبياخدوا فلوس وبياخدوا مرتبات، ومسمين الغرف دي اسمها غرف التصدي. يعني لما تيجي انت تعمل مثلا يا استاذ يوسف حاجه عن الرمال السوداء اللي انت بتتكلم عنها من شويه دي، هو غرف التصدي دي تتصدرك تشتغل عليك انت بقى، يعني كمردود حاجه ضد هي اللي انت كلمه قلت. التصدي بالنسبه لنا التصدي في للعدوان، لكن هم بالنسبه لهم التصدي للامل. نعم، فهو احنا كده يعني ده هنشوفه على طول في كل اعلامهم، قنواتهم، اعلاميهم، صفحاتهم، السوشيال بتاعهم، الكلام ده كله. وده فاشل بالمناسبه، يعني ده فشل، لان الانجاز والايجابيات في الانجاز بتخليه هو يفشل وتقوقع اكتر. ولذلك هم عملوا اجتماع تقريبا من سنتين ونص او سنتين في لندن، اعاده تقييم الاعلام بتاعهم، فوجدوا انه الاعلام بتاعهم فشل، يعني فشل ذريع، وكانوا عملوا اعاده هيكله للاعتماد اكتر على السوشيال ونقل قنوات والغاء قنوات وتقليل تكلفه قنوات. ده الناس اللي بتديهم فلوس قالت لهم كده انتوا ما عرفتوش في اخراج الناس للشوارع، ما عرفتوش توصلونا للي احنا عايزينه، طبعا لان احنا عايزين قلل الميزانيه، الفوضى، هم كانوا عاوزين يوصلوا للفوضى. انسى، هو مش فارق مع الدوله، مش فارق مع الناس، مش فارق مع الشعب، مش فارق مع المواطن الغلبان، مش فارق مع اي انجاز يحصل في الدوله طبعا، ولا عمرها فرقت. انا عايز اشكرك الاول استاذ ماهر كل الشكر، استاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات والحركات المتطرفه.